المصروفات أو لي ديبونس في برنامج أرزاق. نتوجه إلى بارامتر، ثم نختار كاتيجوري دو ديبونس. تظهر لنا هذه الصفحة، نضغط على هذه الأيقونة ونختار أجوتي إن كاتيجوري دو ديبونس. تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بإدخال كود دو لا كاتيجوري إي نون دو لا كاتيجوري، ثم نضغط على أجوتي إن كاتيجوري دو ديبونس. للتعديل على كاتيجوري دو ديبونس الموجودة مسبقا، نضغط على هذه الأيقونة ونقوم بالتعديل بنفس الطريقة، ثم نضغط على موديفي لا كاتيجوري دو ديبونس. عند ظهور هذه النافذة باللون الأخضر معناها تم التعديل بنجاح. لإضافة مصروف نتوجه إلى أشا، ثم نضغط على أجوتي إن ديبونس. تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بإدخال الريفيرونس. ثم نختار الكاتيجوري، ثم نختار الأنتروبو أو المحل، ثم نختار مونطو أو السعر أو الثمن. من هذه الأيقونة نقوم بتحميل أي وثيقة كالوصل مثلا، ونكتب الملاحظات في هذه الخانة، ثم نضغط على أجوتي إن ديبونس. تظهر لنا هذه الصفحة. عند ظهور النافذة باللون الأخضر معناها تم الإضافة بنجاح. لرؤية قائمة لي ديبونس أو المصروفات نتوجه إلى أشا، ثم نختار ليست دي ديبونس. تظهر لنا هذه الصفحة التي تحتوي على معلومات المصروفات أو لي ديبونس التي قمنا بإدخالها مسبقا إلى البرنامج.